2009، وفي خلال 15 سنة قدرنا في الجمعية المصرية لزراعة الأسنان نوصل لآلاف الطلاب وخريجي طب الفم عن طريق مؤتمراتنا العلمية وويبينارز وكورسز أونلاين وأوفلاين اللي بتتعمل شهرياً في مصر وكل أنحاء الوطن العربي. بننشر فيها علم زراعة الأسنان على أسس علمية صحيحة وبشهادة معتمدة من الجمعية الأمريكية لطب الفم والأسنان ADA. وعشان نكمل اللي بدأناه معاكم من سنين، وبعد نجاح Step to the Future 1 2018 و 2 2019 و 3 2020، قررنا نرجع أونلاين بالنسخة الرابعة من مؤتمر Step to the Future لحد ما نشوفكم قريب في اسكندرية في النسخة الخامسة Step to the Future 5، ونتمنى بعدها يبقى فيه Step to the Future 6 و 7 و 8 لحد ما نوصل للنسخة رقم 100. ازيكم يا دكاترة الأخبار؟ معاكم مازن، دكتور مازن علي من الجمعية المصرية لزراعة الأسنان، ومعانا دكتور أحمد حليم رئيس الجمعية المصرية لزراعة الأسنان، ومعانا دكتور عمر كمال النهاردة CEO بتاع أوكي دنت. لكتشر النهاردة هتكون يعني حاجة كانت زمان بيسموها أكسسري، ولكن دلوقتي ابتدت تنتشر بسرعة وتبقى حاجة مش أكسسري على قد ما تبقى حاجة مانداتوري في الفيلد بتاعنا، وهي الفوتوغرافي. ازاي الحاجه اللي انت شايفها تنقلها وتحطها على الكمبيوتر، ازاي تنقلها وتوريها للبيشنت، ازاي تنقلها وتوريها للدكاتره علشان تقدر يا اما انك تدسكس كيس او انك تتكلم فيها او تبوش ات ثرو لدكاتره تانيين او ان انت تعلم بيها حد تاني. هسيب دلوقتي دكتور احمد حليم هيقول كلمتين الاول، وبعد كده نبتدي اللكتشر بتاعتنا. دكتور، ذا مايك از يورز. شكرا جزيلا.
أعزائي دكاترة الأسنان في مصر والدول العربية، مساء الخير في الأمسية الرمضانية بتاعتنا في Step to the Future 4 Online Version. وقبل ما أتكلم عن الأمينينت سبيكر اللي معانا، أحب أقول لكم يا رب تكونوا مبسوطين معانا في اللكتشرز اللي احنا بنقدمها، وإحنا مكملين معاك وبدأنا يوم 2 رمضان ومكملين لغاية يوم 29 رمضان، كل يوم 2 lectures. لا مش بس 2 lectures، في speakers كتير بدأوا ينضموا لنا، وهيبقى إن شاء الله قريب قوي هنبدأ يبقى فيه كمان lecture قبل الفطار. وأفكركم إن كل lectures دي متسجلة وموجودة على البيج بتاع الفيسبوك، تقدروا ترجعوا لها في أي وقت. انتوا ممكن ترجعوا lectures السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، بس إحنا الحقيقة أول سنة نعمل المؤتمر بالحجم الكبير ده، وإن شاء الله تكونوا مبسوطين. عايز أقول لكم حاجة مهمة، إن ياريت كل واحد فيكم يعمل تاج لخمسة أصحابه في بوست واحد، علشان في هدايا دكتور عمر ودكتور مازن هيتكلموا عليها النهاردة، هدايا مقدمة من السبونسرز بتوعنا عشانكم، هدايا توتالي فري. مجرد إن أنت بتعمل منشن لخمسة أصحابك، دكتور عمر هيختار خمس أسماء عشوائية من الكومنتات اللي عاملة منشن لخمسة أصحابك. ما تعملش المنشن لواحد واحد في الكومنت، لا أعمل كومنت فيه خمسة. كل ما تعمل كومنتات أكتر فيه أصحاب أكتر، كل ما فرصتك للفوز تزيد. وارجع دلوقتي للسبيكر العظيم بتاعنا دكتور عمر كمال. الحقيقة أنا عشان قديم وموجود في الماركت من زمان وموجود في الفيلد من زمان، فبشوف الناس اللي بتطلع from zero لغاية ما بيوصلوا لإيه، فأنا متابع دكتور عمر من زمان جدا. دكتور عمر هو أول واحد على حد علمي اخترق الحتة بتاعت الفوتوغرافي، أيام ما كانش حد بيفكر في الفوتوغرافي، ما كانش حد بيدور إن هو عايز يصور حاجات. أنا واحد من الناس ما كنتش بفكر إني عايز أصور بطريقة بروفيشنال، كل ما أبص على صور القديمة أقول يا خسارة، حاجات جميلة كانت حلوة ما اتصورتش كويس. دكتور عمر بدأ في وقت اللي هو بيتكلم على تصوير، الناس تقول له إيه اللي أنت بتقوله ده، يعني أنا واحد من الناس أقول لك تصوير إيه اللي أنا ممكن أصور عشان محاضراتي ولا بتاع. لا هو بدأ في وقت صعب وبدأ يعمل لنفسه براندنج قوي جدا، وبدا كمان يعمل اوفرز الاوكي كومباني بتاعته، عارفه تجيب اوفرز حلوه جدا من شركات بتاعه الكاميرات والاكسسوارز بتاعه اللايت، وبتعرف انت بدل ما تروح تشتري النهارده كاميرا من شركه بره، لا انت تاخدها من اوكي كومباني علشان هتاخدها ارخص واحسن كتير جدا. هو الراجل بصراحه دخل في مجال كان صعب قوي، وهي ذا بايونير في المجال ده حاليا، مهما دخل بعده 100 واحد هيفضل اسم دكتور عمر كمال هو الاسم الكومنت في هذا الموضوع. أنا سعيد جدا دكتور عمر موجود معانا في اللايف النهاردة، وأسيبكم بقى تستمتعوا مع دكتور عمر بالمحاضرة الجميلة جدا. حضر يا دكتور عمر. يعني شهادة على صدري يا دكتور أحمد، والله يعني شهادة غالية من أستاذنا الغالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم جميعا يا دكاترة، ويعني أنا مبسوط أن أنا موجود وسطكم النهاردة في المحاضرة عن الدنتال فوتوغرافي. رمضان كريم عليكم وعلى أسركم الكريمة إن شاء الله. واحنا النهارده هنتكلم على الدنتال فوتوغرافي ذا ماب تو سكسس، ازاي انا كدكتور اقدر ايوتلايز الدنتال فوتوغرافي ده كتول معايا في العياده انها تقدر تخليني اطور من البراند بتاعي، ادور على بيشنتس اكتر، اقدر احصل على بيشنتس اكتر، اقدر انمي مهاراتي من خلال الدنتال فوتوغرافي. زي ما الدكاتره الافاضل كانوا اتكلموا في اول المحاضره في التقديم، دنتال فوتوغرافي لو رجعنا 10 سنين لورا كنا هنلاقي ان موضوع الفوتوغرافي ده حاجه كانت غريبه بالنسبه لنا، اللي هو انا راجل دكتور بشتغل حالاتي وبخلص حالاتي والناس مبسوطه، everyone is happy، ايه اللي دخلني ان انا اعمل documentation وما الى ذلك. بس يمكن الحاجات دي احنا شفناها مؤخرا نظره، لان احنا بقينا بنبص على السوشيال ميديا والناس في الدول اللي هي خارج الوطن العربي بتعمل ايه. لكن خليني اقول لك ان documentation يمكن لو ترجع بالهيستوري، لو في اي ريسورس عايزين نبص عليه، هنلاقي ان بدايات التصوير ممكن تبقى من 1980 و1970 مع الكاميرات القديمه جدا. طيب احنا مش هنخش في جزء هيستوريكال النهارده، ولكن انا يمكن البدايه دي عشان اقول لكم ان الموضوع قديم قوي، ولكن احنا دلوقتي مع الديجيتاليزيشن اللي بقى موجود في الماركت بقى ليه اهميه واضحه لكل دكتور، سواء طالب سواء خريج سواء حد بيشتغل بقاله سنين طويله. ويمكن شهاده من استاذنا دكتور احمد، وهو يعني احد العلماء في المجال بتاعنا، ان هو زي ما دكتور احمد قال، انا زمان ما كانش الناس بتدور على الموضوع ده، لكن دلوقتي بقى حديث الساعه ان انت مطالب ان هو تدوكمنت. بس هل انا بدوكمنت عشان سوشيال ميديا اونلي، ولا الموضوع وراه ساينس ممكن يخليني استفاد بشكل اكتر جوه العياده؟ يمكن ده اللي هنتكلم عنه النهارده. انا عايز احنا نفكر كدكاتره، يعني انا هتكلم في بروتوكولز فروم ذا كلينيك اللي انا بطبقه، بحيث ان احنا اوريكم ليه الدوكمنتيشن ممكن يكون مفيد.
وهبتدي الكلام بكلمة بسيطة، إن أنا من 10 سنين فاتت أنا كنت شايف الدنتال فوتوغرافي ده not useful. yes أنا كنت شايفه not useful. فدلوقتي أنا بتكلم عنه يمكن بقالي 8 سنين، بس عشان أنا شفت الفايدة بتاعته. ويمكن في البداية أنا ما كنتش فاهم هو ليه مفيد، لكن دلوقتي أنا ما أقدرش إن أنا أخلي patient عندي بنشتغله case أو بنشتغله procedure إلا وبعمل documentation. وبنسأل نفسنا هنا 3 أسئلة. أول سؤال، هو أنا ليه أصلاً محتاج أصور؟ ليه أنا invest من وقت عيادتي ومن وقت الدكاترة اللي شغالين والassistants والstaff والpatient إن أنا أصور الحالاتي؟ وليه أنا هستفاد أصلاً بالموضوع ده؟ وهل الموضوع ده هيبقى لي عائد عليا ولا لا؟ وتاني سؤال، بنسأل إمتى أبتدي إن أنا أدكمنت الكيسز بتاعتي؟ هل المفروض أبتدي من بدري ولا المفروض أبتدي بعد ما أخد experience؟ هل الموضوع مرتبط إن أنا لازم أشير الكيسز؟ يعني أنا لازم وانس إن أنا صورت كيس لازم إن أنا أنزلها أو أبوستت on social media، ولا ممكن يكون عندي ريكورد كبير من الكيسز ومش محتاج إن أنا أشير every case I have؟ برضو نقطة تانية هنتكلم عليها وهي الهاو. طيب أنا دلوقتي أنا رحت أتعلم مثلا، يمكن المحاضرة اللي فاتت كانت مع دكتور كريم سرور كنا بنتكلم على الإندو، دلوقتي أنا رحت أشتري إيبكس لوكيتر أو إندو موتور، أنا محتاج إن أنا أشتغل عليه. هل أنا وانس إن أنا جبت الديفايس ده هحتاج إن أنا أتعلم أشتغل عليه، ولا خلاص هفتحه وأشتغل عليه على طول؟ لازم أجين نوليدج، لازم أعرف الإكويبمنت دي بتشتغل إزاي، وهنا هنتكلم في نقطة الهاو. المحاضرة يمكن هتكون واخدة طابع البروفيشنال دنتال فوتوغرافي، أو خليني أقول دنتال دوكيومنتيشن، ويمكن هتلاقي إن أغلب الأمثلة من الكاميرز، ولكن أنا هإنكلود جوه المحاضرة البرنسبلز اللي تخليك تصور سواء بالكاميرا أو بالموبايل. يعني أنا مش عايز الأودينس اللي بيبقى مهتم بالموبايل إن هو يقول دي محاضرة للكاميرا and cameras are expensive and I won't buy it. تمام؟ لا، خليني أقول لك إنها it's the same principle وهتطلع مستفيد إن شاء الله من المحاضرة. فنبتدي بأول حاجة هنتكلم عنها وهي why. Why I need you to think like a dentist. احنا دكاترة أسنان، we are not photographers. فأنا الموضوع ده يمكن auxiliary بالنسبة لي. يعني ايه؟ ممكن افكر هو انا لازم اصور حالتي؟ هو انا محتاج ان انا اصورها اصلا؟ هو انا يعني محتاج ان انا اضيف الاضافة دي؟ طب انا لو ما ضفتهاش العيادة هتخسر مثلا؟ هقولك اه، هتخسر حاجات كتير. هتخسر ان انت بتستخدم diagnostic tool كويسة جدا، هتخسر probability ان انت تطلع شيت selection بشكل مظبوط، كمان هتخسر جزئية كبيرة في الماركتينج. طيب خلينا ناخدهم بشكل اكبر شوية. لو بنتكلم على الدياجنوستيك، هنلاقي ان احنا عندنا الدياجنوستيك بيلر، هنلاقي فيه ان انت ممكن تتابع مع العيان مونيتورنج كونديشنز، ان انت خلصت كيس معينة، نفترض عملت فينيرز، نفترض عملت فول ارش كيس، اول ان 4 اول ان 6 whatever ايه البروسيجر، حتى لو كلاس 1 فلور 6 حاجه بسيطه خالص وشغال عليها، لازم تتابع مع البيشنت. فولوينج اب وذ ذا بيشنت ده بينكريز يور ريبيوتيشن، بيخليك تتعلم من الكيسز بتاعتك. كمان في نقطه مهمه، ان الفولوينج اب وذ بيشنت بيخلي البيشنت كونفيدنت اباوت ذا بروسيجر، ان هو لو عنده حاجه تانية هيقول لك الدكتور ده فعلا بيوريني الشغل، مش بيخبي عليا حاجه، لان هو شغله فيري اكوريت. يعني انا هديكم مثال، ان اور كلينك احنا بنعرض الحاجه بالمايكروسكوب وبنقول للمرافق والبيشنت يو كان show it anytime, you can see it anytime, مفيش مشكلة، لأن البرنسبل بيعتمد على حاجة اسمها show then tell. يعني ما بنقولش للبيشنت انت عندك ايه، لا احنا بنقوله تعالى هنجمع داتا مع بعض ونبتدي نشوف مع بعض احنا عندنا ايه، عشان دايما يبقى في ذهنه حاجة واضحة ان هو الدكتور هنا في العيادة او السنتر هيدله على الوضع الصحيح ليه او العلاج الصحيح ليه. طيب including في الجزئية دي هو الفولو أبز على مدار شهور أو مدار سنين. طيب لو بنتكلم على الديكومنتيشن كماجنيفاينج تول أو ماجنيفيكيشن تول، أنا عينينا ليها limitations، أنت ممكن تقدر تقرب 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 لكن ما تقدرش تشوف بماجنيفيكيشن عالي. فعشان أنا أحتاج أصور أو أشوف بماجنيفيكيشن عالي، لازم أحتاج حاجات مكبرة، والحاجات المكبرة دي ممكن تكون intraoral camera، ممكن تكون دنتال مايكروسكوب مثلا، تمام، ممكن تكون كاميرا، وممكن تكون سمارت فون معايا. يس، سمارت فون، يور سمارت فون كان ماجنيفاي 10x و 15x وتقدر تاخد منه ديتيلز فور دايجنوزس. اي نعم الكواليتي مش هتبقى زي الدي اس ال ار كاميرز او الميرورلس كاميرز، ولكن هتديك نتيجه كويسه. طيب فور ليجل ايشوز، واحنا بنشتغل احيانا بنقابل predicament او مشاكل او ممكن حاجات بتحصل معانا بعد البروسيجر، واحيانا بيقابلنا كليمز الحاجات هي ما اتعملتش جوه العياده، فازاي اثبت حقي؟ اثبت حقي عن طريق ان انا يكون عندي documentation، يكون عندي سجل ورقي جوه العياده، سجل computerized وسجل فيه الصور والاكس رايز. طيب لو بنتكلم على نقطه الشيت سلكشن، ايه اللي انا محتاجه من الشيت سلكشن؟ فكر كده مع بعض.
شيت سيلكشن دايما بيبقى على تو اسبيكتس. اول حاجه هي المعمل، انا محتاج ان انا اتعامل مع المعمل، ويمكن بتلاقي بالمشاكل كتير مع المعمل في اختيار الالوان، والمعمل بيبقى احيانا محتار معانا في البريباريشنز، وان هو عايز ان هو انا عايز اشوف السلكس كويس وعايز اشوف الفينش لاين كويس وحط لي ريتراكشن كورد يا دكتور، وفي نفس الوقت احنا بنعاني مع المعمل لو ما طلعليش اللون صح. طيب انا عايزك تفكر في الدنتال فوتوغرافي ان هو عامل زي الحكم كده، كان في ماتش، في مثلا زي ريال مدريد وبرشلونه، في مثلا اهلي وزمالك، وات ايفر يو لايك، وان دايما الكاميرا دي هي الحكم اللي في النص، هي اللي هتقول التكنيشن هو اللي صح او الكلينيشن هو اللي صح. وبرضو احنا في دايره بنكمل بعض، يعني احنا مش بنتخانق مع بعض، لا احنا بنكمل بعض، فلازم دايما ابقى على توافق مع المعمل. توافقي مع المعمل هيبتدي من خلال مش فكره انا صح ولا المعمل صح، فكره ان انا عندي شيت سيلكشن عن طريق تول ببارامترز معينه بسيتنج معينه، هي دي اللي هتديني النتيجه اللي انا عايزها. طيب نتكلم على نقطه تانية، هو ده ينفع يشتغل مع المعمل بس ولا ينفع اتعامل معاه مع الكومبوزيت ريزن؟ اقول لك يس يو كان دو ات ويز كومبوزيت ريزن. ولما تشتغل كومبوزيت هتلاقي ان انت احيانا بتحتاج ان انت تعمل كومبوزيت بوتونز 1 اور 2 اور 3 اور 4 عشان تقدر تاخد نانول شيد. لما بتصور ببارامترز مظبوطه بتقدر تحقق الغايه من الموضوع ده. وده ينقلنا الرقم 3، انا هشتغل كويس فبالتالي هعرف اماركت لنفسي كويس. طيب هنرجع 20 سنه كده لورا، تمام، يمكن ايام اساتذتنا ودكاترتنا الكرام لما كان نيجي مثلا نخش عند الدكتور ويقول لك الدكتور ده سمعته يعني كبيره ومنتشره والناس كلها بتشكر فيه و ده كان عن طريق حاجه اسمها وورد اوف ذا ماوس. وورد اوف ذا ماوس ان في بيشنت بيخش بيطلع يتكلم بيقول الدكتور ده كويس و طيب هل الوورد اوف ذا ماوس انتهت في الوقت الحالي؟ لا، people like to talk، فبالنسبه لنا الوورد اوف ذا ماوس موجوده. دكتور عمر بس هستاذن حضرتك في دقيقه لان اللايف فيه مشكله على فيسبوك، فهستاذن حضرتك دقيقه وهنكمل تاني مع بعض. اوكي على ما تفضل. سوري يا دكتور وسوري يا دكاترة فور ذا ديلي، بس احنا محتاجين بس 5 minutes كمان. مفيش مشكلة، take your time with comments. طيب دكتور عمر كمال، هو دلوقتي في مشكله على الفيسبوك ان اللايف تقريبا عمل بوز على فيسبوك، ولكن هو على ستريم يارد لسه بي 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 لايف ستريم، فاحنا محتاجين نقفل ونفتح انذر لايف. تمام،
اوكي مفيش مشكلة، انا معاك كده كده. take your time.